عندي واحد البسبوسه تا هي شيشه وسهله بالمنطارين دابا راه موجود بالمنطارين تبارك الله. كتعجبني هذه البسبوسه بزاف, نتمنى يجربوا المستمعات. واحد الخلاط كان نديرو جوج بيضات, كاس د العنبه ديال الزيت, كاس د العنبه ديال السنيده, كاس د العنبه ديال عصير المندارين, واحد الفانيا وقشور ديال جوج المندارينات, واحد القبيصه ديال الملح. كنضربوا هادشي كامل مزيان ونزيدوا ليهم واحد جوج كيسان ونص ديال السميده رقيقه. هذا هو السر, كتجي خفيفه بزاف. هذا ما كنديروش جوج كيسان ونص, كيجي عبارها انها خفيفه بزاف. واحد جوج الخمارات صافي. كناخذوا واحد المقله ثقيله ولا المول ديال الزاج على حسب هذا, كندهنوه ونرشوه بالسميده رقيقه ونكبوا الخليط ديالنا. ملي طيب نخرجوها سخونه, نسقيوها بواحد الكاس ديال المندارين, يكون ما سخونش, يكون بارد, يعني هي تكون سخونه وهو يكون حراره المطبخ. فعلا صافي نسقيوها وتزين حسب الذوق. ولا هذاك الشيء ولا لوز ولا كاكاو اللي عنده اللي كاين.